ورجعنا تاني مشاهدين عشان نبدأ يومنا النهاردة كده بالقهوة واللي هنشربها مع بعض كده، فقرة الصحافة علشان نعرف أهم المنشطات والأخبار الموجودة في الصحف والجرائد النهاردة. هنبدأ فقرة الصحافة مع الكاتبة الصحفية بجريدة الحياة اللندنية الكاتبة أمينة خيري. صباح الخير. صباح الخير، ازيك يا سارة؟ الحمد لله كويسة تمام. مفيش قهوة يعني؟ لا اه صحيح، صدقي كذبتيني. مرة أنا شفت ينسون، لحقتيني. شفت ينسون العمور. لا على العموم مفيش قهوة يا جماعة، الأستاذ أمينة لو سمحت هنجيب لك قهوة حالا. خلاص نيجي للاخبار اللي معانا في الـ في الـ في الـ في الرانج النهارده، نقولها كده مع بعض، نستعرض الاخبار مع بعض تمام. ونرجع نتكلم فيها. أوكي. اول خبر في الاهرام بيقول انه برلمان الثوره ينطلق بالفاتحه على ارواح الشهداء. تاني خبر الشروق صفحه اولى، البرلمان يبدا بمعركه حق الكلام. الاخبار صفحه 3، برلمان الثوره تسلم سلطه التشريع من المجلس العسكري. المصري اليوم بعد عام على خليهم يتسلوا، مبارك وسرور في السجن وأعضاء البرلمان الموازي تحت القبة. الشروق صفحة أولى، غدا مصر تعود إلى مربع الثورة الأول. المصري اليوم صفحة أولى، المصري اليوم تنشر خريطة المظاهرات في ذكرى الثورة. الشروق الداخلية، وضعنا خطة للتعامل بأقصى درجات التشاؤم غدا. المصري اليوم، المفتي بيقول انه الشريعه لا تتعارض مع مدنيه الدوله والتظاهر السلمي مشروع ولكن بشروط. الاهرام، دفاع العدلي يشكك في سيديهات قتل المتظاهرين ويطالب المحكمه بمعاينه الميادين. اخر خبر معانا النهارده المصري اليوم، البرلمان يرفع مؤشر البورصه ومخاوف من 25 يناير. ده اخر خبر، نرجع بقى من الاول خالص. البرلمان يا امينه، برلمان الثوره ينطلق بالفاتحه على ارواح الشهداء، ناخد بقى بعده ايه رايك؟ تمام، هي الاخبار كلها طبعا برلمانيه. النهارده يوم برلماني طبعا بحت، وامبارح طبعا كانت بدايه الفتره البرلمانيه التاريخيه زي ما هنقول يعني. مثالي اول مره تحصل ان كل مصر تقريبا يعني تلتف اما حوالين شاشات التلفزيون او حوالين مجلس الشعب لاسباب مختلفه. امبارح طبعا كان في الاف من البشر من المصريين في المربع الخاص بمجلس الشعب، منهم التيارات الدينيه اللي راحت اما للاحتفال او لتامين دخول نواب مجلس الشعب البرلمان. كان في بعض المخاوف ان ممكن المسيرات اللي كان تم التخطيط ليها تحاول ان هي تمنع النواب من الدخول، ولكن الحقيقه ان المسيرات كانت يعني مشهد حضاري بحت. الثلاث مسيرات اللي قاموا سواء للعداله الاجتماعيه، للحريه والابداع، تنفيذ بقيه مطالب الثوره، الحقيقه كانت في منتهى زي ما بقولك بالظبط ساره، كانت في منتهى التحضر وكل حاجه ممكن نقولها ايجابيه عن هذه المسيرات. نرجع تاني للبرلمان، طبعا كانت جلسه تاريخيه ابتدت الساعه 11 صباحا واستمرت اعتقد 12 ساعه، يعني امبارح لغايه يعني ساعه متاخره جدا من الليل، يمكن كمان بعد كده. طبعا كانت الاجراءات متوقعه، اللي اطفى عليها نوع من انواع الخفه الحقيقيه طبعا كان الدكتور محمود سقا اكبر الاعضاء سنا، يعني هو ما شاء الله يعني اعتقد 81 او 82 سنه. طريقته في تناول حتى اللحظات العصيبه لما عدد من الاعضاء كان منهم من صمم على ان هو يتحدث في غير الوقت المسموح او كده، كان ليه طريقه ان هو يهدي بيها الموقف بقدر الامكان. طبعا النتائج الفعليه اللي حصلت امبارح ان الدكتور سعد الكتاتني ده كان شبه محسوم، هو أصبح رئيس مجلس الشعب الجديد وجلس في مقعد اللي كان مخصص للدكتور أحمد فتحي السرور منذ سنة 90 أعتقد. طبعا السيد عصام سلطان من حزب الوسط، ده أقصى الشرق الأقصى الغرب يعني. طبعا كان في المشكله الرئيسيه اللي حصلت امبارح كانت اصرار العضو عصام سلطان من حزب الوسط على انه يتحدث في الفتره اللي كانت محدده للاعضاء ان هم يقولوا القسم الخاص بعضويه مجلس الشعب. زي ما قلت ان هو الدكتور محمود سقا قدر ان هو يعني يحتوي الموقف بشكل او باخر. وجهه نظر شخصيه في اللي حصل امبارح في البرلمان، هقول يعني مع كل الاحترام لكل الاعضاء، ولكن كان في مظاهر فوضويه تكاد تكون مراه لطبيعتنا على فكره اللي بقت كمان واضحه جدا في الشارع المصري. طبعا اصرار، اولا اصرار بعض النواب ان هم يتحدثوا بدون اذن في غير الوقت المخصص، التحوير والتحريف في القسم حتى لو كان بحسن نيه، محدش قال خالص ان من يدلو بهذا القسم هو يخالف الشريعه الاسلاميه، لدرجه ان احد النواب المحترمين يعني ربما بس كان اتلجلج في الكلام فقال بما يخالف شرع الله، فجت الموضوع يعني ايه شر الباليه ما يضحك.
كمان بعض الأعضاء الآخرين ربما يكون رد على حكاية بما لا يخالف شرع الله، أن هم قالوا أن دخلوا في القسم الحفاظ على الثورة والقصاص للشهداء، وده طبعا كله على فكرة كان مرفوض. طبعا من الحاجات المهمة كمان رسالة المشير طنطاوي اللي تلاها الدكتور سعد الكتاتني بعد جلوسه على مقعد الرئيس، ويمكن كانت النقاط الرئيسية فيها اللي هي جاية في أحد المانشيتات اللي هي الأخبار، إن طبعا دلوقتي جزء من السلطة فعليا تم تسليمه من المجلس العسكري إلى مجلس الشعب اللي هي السلطة التشريعية والسلطة الرقابية. ده يمكن هيدخلنا شوية في متاهة الفترة المقبلة بعد ما نهدى شوية من الجلسة التاريخية، بالنسبة لاختيار الرئيس، بالنسبة للدستور، اللجنة اللي هيتم وضعها أو تشكيلها علشان وضع الدستور، هل هيبقى للمجلس العسكري دور على الأقل مباشر ولا لأ؟ طبعا دي كلها يعني خلينا بس ناخد لسه احتمالات ولسه مش عارفين ايه اللي هيحصل فيه، فخلينا بدل لما ناخد قرارات من دلوقتي نستنى لحد ما بالظبط. الوقت نقطة ده. أخيرة بس هقولها، إن طبعا كان في امبارح غزل صريح من قبل جهات كثيرة لجهات أخرى، الكلمة اللي ألقاها دكتور سعد الكتاتني كان فيها غزل لكل من المجلس العسكري أو يعني لكل من القوات المسلحة اللي هي حماة الثورة و يعني الحفاظ على الثورة، وكان في غزل كمان للثورة نفسها، وكان في نوع من أنواع محاولة استقطاب أو إرضاء الرأي العام في الشارع عن التأكيد على حقوق مصابي الثورة وأهالي الشهداء إلى يعني آخر هذه الحقوق اللي تم التأكيد عليها على الأقل امبارح نظريا. صحيح. اللي قلقني شوية إن في خبر يمكن غير مؤكد لسه، إن في بعض أعضاء البرلمان ومن ضمنهم الدكتور عمرو حمزاوي أعلنوا مقاطعتهم للانتخابات اللي هتحصل النهاردة على اللجان الخاصة بمجلس الشعب، وإن هذه المقاطعة بسبب مرة تانية استحواذ حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين على الغالبية المطلقة من اللجان، رغم ان هو كان في تأكيد قبل كده ان مش هيبقى فيه هذا الاستحواذ. يعني أخشى ما أخشاه ان يكون في شبح إعادة انتاج سيطرة الحزب الواحد على البرلمان، أتمنى ان ده ما يحصلش. يا ريت ده ما يحصلش، ويا ريت كمان نتابع هذا البرلمان عشان ما نبقاش، لان في حاجه مزعلاني قوي بصراحه، لانه سالت كان من كام يوم كده سالت حد، انت انتخبت مين مش عارفه ايه، فبتقولي انتخبت كذا، انا مش عارفه اذا كانت نجحت ولا لا، اصلا كانت منتخبه واحده ست، ايوه فبقولها ليه طب مش تسالي، طب حتى جيرانك اسالي مش عارفه، لا ما انا مش عارفه، طب ما هو ما ينفعش احنا نروح ننتخب طبعا ناس طبعا. وبعدين ننام، هو ده اللي هيخليهم يعملوا يعني هي اخطاء. خطوه اولى عشان بس يعني نبقى شويه عادلين، ان مجرد نزول المصريين بهذا العدد للادلاء باصواتهم ده كان بالنسبه لنا خطوه انجاز، لعل الخطوات المقبله ولعل كمان انجاز هذا البرلمان اللي هي الجلسه الاولى بتاعته كانت اقل ما يمكن ان توصف بانها مشتعله، ان احنا المتابعه والرقابه خصوصا ان هي تبقى على قدر كبير جدا من الشفافيه، يعني تالي المنظر اللي احنا شفناه امبارح والمتابعه في ناس فضلت قاعده مسمره قدام التلفزيون او شاشه الكمبيوتر الانترنت ما قامتش من مكانها للمتابعه، اعتقد ان ده كل ده شيء جديد علينا في مصر. لا احنا كمان اكتسبنا بقى ثقافه دلوقتي ان احنا ان شاء الله مش هنسكت مش هنسكت. هي في بس كمان في الشروق الحقيقه وده كان متوقع سرور من ترى البرلمان الحالي مسرحيه، طبعا كان في حاله فرحه غامره بين سكان ترى لما حدث في مجلس الشعب امبارح، ولازم اقول معلش يعني طبعا هي كان شيء ايجابي واول اول مجلس منتخب واوا، بس المنظر الفوضوي انا ما اقدرش اسميه غير ان هو منظر فوضوي بحت. حتى في حاجه تانية كمان، متهيألي ثلاث ارباع الاعضاء كانوا بيتكلموا في الهواتف المحموله اثناء الجلسات، دي حاجه كانت استخدام مستفزه جدا الايباد بقى. مع كل الاحترام طبعا وقت الصلاه في ناس صحيح. ممكن انها تنسحب للصلاه، بس ما ينفعش ان احنا نقوم يعني ثلاث ارباع الاعضاء ينسحبوا من غير ما يبقى، يعني لازم يبقى فيه يا جماعه نوع من انواع النظام، والنظام مش عيب ومش تقليل من شان الكرامه او الكبرياء في شيء. فيعني نتمنى ان كل ده يتم يعني السيطرة عليه بشكل أو بآخر، والنظام شيء جميل وجزء لا يتجزأ من كل الأديان السماوية يعني. تمام، أنا عايزة أروح معاكي للخبر رقم 7، الشروق. الشروق الداخلية بقى بتقول، عشان طبعا بكرة 25 يناير، كل سنة وأنت طيبة إن شاء الله. إن شاء الله خير. الداخلية بتقول إنها بتقول وضعنا خطة للتعامل بأقصى درجات التشاؤم غدا. بصي سارة، هو أنا أشوف اللي قاله اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية امبارح استخدامه كلمة التشاؤم من ناحيتين، في جزء طبعا إن احنا كلنا عارفين وكلنا حاطين إيدينا على قلوبنا إن بكرة ربنا يستر واليوم يعدي على خير، أحترم جدا اللي نازل يحتفل وأحترم جدا النازل يؤكد على إن الثورة لم تستكمل مسارها أو حتى إن الثورة لم تحقق أهدافها، أحترم كل وجهات النظر، ولكن لا أحترم إطلاقا اللي نازل
غرض ان هو يحدث نوع من انواع التخريب، حتى وان كان ده بحسن نيه. يعني في بعض الناس بيقولوا عارفه بالبلدي كده اللي هو يجيب ضرافه على اساس ما يبتدي على ميه بيضاء. انا تماما ضد ده. فكره الهجوم على المركز الطبي العالمي، الهجوم على ترى علشان ان احنا ناخد حقنا بايدينا، انا يعني رافضه تماما ده. طبعا في الجزء الثاني ممكن اقرا من كلمه التشاؤم ان في نوع من انواع رسائل غير مباشره، ان يا جماعه يعني اللي ما عندوش مزاج ينزل الاحسن هو ما ينزلش. يعني فكره ان هو اولا يوم عطله رسميه، فده يمكن يؤدي الى ان ما يبقاش في تواجد كتير. في ناس تانية بتقول لا بالعكس ده عطله رسميه يبقى الناس هتنزل باعداد اكبر. طبعاً. طبعا احنا كلنا نتمنى ان اليوم يعدي على خير، نتمنى ان اللي نازلين يحتفلوا برضو يعني يحافظوا على قواعد الاحتفال، اللي نازلين نوع من انواع الحداد برضو يحافظوا على قواعد الحداد. خلينا نقول امينة ما نديش بس فرصه للدخلاء، اي دخلاء اللي هما بيندسوا في اي اعداد ان هما يحققوا الطرف الثالث الشهير. لانه كمان عايزين ناكد بقى انه لازم المباني المهمه لازم يتم تامينها بشكل واضح جدا عشان نتعلم من اخطائنا. معلش انت طرحتي فكره مهمه جدا، المباني المهمه والمباني غير المهمه لازم تتامن، بس انا تماما ضد فكره ان انا اقول لشباب الاخوان انزلوا امنوا المباني، او اقول لشباب اللجان الشعبيه انزلوا امنوا المباني. لا معلش، دي مهمه قوات الامن سواء كانت وزاره الداخليه او القوات المسلحه بحكم انها ما زالت ليها دور في السلطه في البلاد. لكن انا لما هفتح الباب قدام اللجان الشعبيه وقدام شباب الاخوان وقدام شباب السلفيين وقدام شباب الليبراليين ان هم يأمنوا الأماكن، دي مش شغلتهم. معلش هي دي مش شغلتهم، بس تجربتهم يعني بتقول ان هم عرفوا يعملوا ده. بس مش هتقدري تعملي لها كنترول في الوقت المناسب. لبنان بدت كده قبل الحرب الأهلية ان مجموعات الشباب كانت بتنزل تأمن برضو أماكن، تنزل تأمن مباني وتنزل تأمن بيوت. صعب جدا ان انت تعملي كنترول على الطبيعة البشرية. انت خدتي سلطة حتى كشاب او كشابه ان انت بتفتشي عربيه او بتفتشي شخص، صعب ان انا اقول لك بكره لا معلش ما فيش السلطه دي. انزلي ميدان التحرير وشوفي الشباب الصغيرين اللي بينظموا المرور وطريقه تعاملهم مع سائقي السيارات. لا طبعا انا ضد تماما اقحام اللجان الشعبيه بشكل زياده عن اللزوم. في الثوره كانت مبرره ما كانش في امن. احنا دلوقتي لازم نلتزم تماما بتعليمات الامن، انا ده رايي الشخصي الحقيقه. يعني يا رب ان شاء الله كل المباني ما مش عايزين نتفاجئ باحداث نقول ايه ده ازاي يعني ما تمش تامينها بالقدر الكافي. ازاي لا مش يعني مش عايزين اي مفاجات الصراحه تكون ساذجه يعني. انا بشكرك جدا استاذ امينه على وجودك معانا النهارده، وكل سنه وانت طيبه. بكره 25 يناير وانت طيبه، وان شاء الله حقوق الشهداء ومصابي الثوره تعود ومطالب الثوره كلها تتحقق باذن الله ان شاء الله. ان شاء الله. مشاهدينا طبعا كان معانا الاستاذه والكاتبه الصحفيه الاستاذه امينه خيري، الكاتبه والصحفيه بجريده الحياه اللندنيه. خلصنا فقره الصحافه وما شربناش القهوه، مش مشكله اوكي. هنروح لفاصل ونرجع مره ثانيه نكمل باقي فقراتنا في الهرج سعيد.